تعرف بداية المعركة لا حد قالك ممكن راح يصير رواتب وفلوس ومخصصات. هسه الواحد يقول ايش جابرك انت؟ ايش جبرك يا استاذ مرتضى؟ حلو هذه والله، سؤال جدا رائع. بالمناسبة راح اقول لك فشي كرار يمكن ما حد ما مسلط عليه الضوء او ما حد سألني به، انت حضرتك سألتني. انا تعرضت للاصابة بعد 20 يوم من الفتوى، يعني تعرضت للاصابة يوم 5/7/2014 بعد تقريبا 20 يوم من الفتوى التي انطلقت. تعرضت لانفجار عبوة ناسفة، لكن شلون الله سبحانه وتعالى ابقاني حي ما اعرف حقيقة. دست عليها وانفجرت تحتي وكامرتي انشمرت بجهة واني كل دماء. طلعت انفض بملابسي، وحتى الاصدقاء القريبين والمقاتلين يعني بيومها وصلوا الى مرحلة قالوا لي انت البخيت، يعني ما معقول واحد يدوس على عبوة يطلع سالم. هذا الفترة، هذا العشرين يوم من الفتوى ما كان اكو رواتب ولا كنا طمعانين برواتب، بل انطلقنا قبل الفتوى لتأدية واجبنا وتكليفنا الشرعي اتجاه وطننا والدفاع عن الوطن والمقدسات. والست مرات بالمناسبة هذه اخليها ايضا شاهد، انا في كل سنة كنت اتصوب، تصوبت بال2014 وتصوبت بال2015، بال2016 تصوبت مرتين، بال2017 ايضا تصوبت مرتين. فكانت الاصابات وكأنه يعني شو اقول لك تعودنا عليها. بس الإصابة الأخيرة اللي هي عام 2017 يوم 4/10/2017 لا هي لحد الآن مسببت لي آلام ومضاعفات. ما أدري، هي ختام حياتنا إن شاء الله تكون على خدمة هذا الوطن، واللي قدرنا نقدمه هذا بدون منه، ولا كنا منتظرين راتب. ويدرون يمكن الأخوة أنه بعد الفتوى بأربعة أشهر يلا بدأت الرواتب تيجي ترى للحشد، وكانوا يسمونه المتطوعين بمبلغ زهيد جدا،